فضيلة الشيخ، كثير من الناس أو أئمة المساجد في رمضان يطيلون الدعاء، دعاء القنوت، وبعضهم يقصره، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس هذه منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر كلمات يسيرة لا تستغرق أكثر من 4 دقائق أو نحوها. أما ما يفعله بعض الأئمة من كونه يقنط نصف ساعة إلا ربعا وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه شاق على الناس ويرهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم. ثم إن من الناس من يكون له أشغال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام مع هذا الدعاء الطويل. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين، لا يقنطون بقنوط مخل ولا بطويل ممل. ثم إن الذي ينبغي أيضا أن يترك أحيانا القنوط حتى لا يظن العامة أن القنوط واجب، لأنه إذا داوم عليه الإمام فقد يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع. فإن بعض الناس يعني العوام يظنون أن الوتر هو القنوط، فتجده إذا لم يقم في الإمام قال إن إمامنا اليوم لم يوتر بنا، يظنون أن القنوط أن الوتر هو القنوط. فإذا صار العلم أحيانا يتركون القنوط لأجل أن يتبين للناس أنه سنة كان هذا خيرا.